شكرا. المثقف الكبير دريد لحام، أيها الأصدقاء، سادة المسؤولون، مساء سعيدا. قيل لعربية حكيمة: أي أبنائك أحب إليك؟ فقالت: الغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى، والصغير حتى يكبر. ولأنني في مصر، اسمحوا لي بالكرم المصري أن أتحدث عن العراق. السلام على العراق، السلام على بشره ونخله وحجره، وما أودع الله والأنبياء والأئمة والأوصياء والأولياء والمشرعون والدعاة والبسطاء والفقراء والأحياء والموتى على أرضه وفي جنبات تواريخه، مذ كان لا تاريخ قبله ومذ جاءت كل التواريخ بعده. السلام على العراق، السلام وقوفا على أقماره الشهداء، وفاتحة للكتاب تتلى عليهم. السلام على العراق أول الأوطان ومنتهاها، ما من وطن في جسد الأرض أبدع كما أبدعت، ولا أنشأ كما أنشأت، ولا أنشد كما أنشدت، ولا أعطى كما أعطيت، ولا فقد كما فقدت، ولا فقد كمن فقدت، ولا بكى كما بكيت، ولا بكى كمن بكيت. السلام على العراق، السلام على من وطن الأوطان ومدن المدن وأقر القرى والقرى، وافتتح الأشياء جميع الأشياء، وأرسلها سننا ومناهج ومذاهب وشرائع وحضارات وحواضر. السلام على العراق، السلام على نخله سعفة سعفة، وعلى رمله رملة رملة، وعلى تربه سجدة سجدة، وعلى نوعه المتسامح في العالمين. السلام على العراق المقدس، وليس هذا غلوا، فهنا قام كل رعاة القداسة وترعرع سرب من الأنبياء، وهنا اسمر وجه علي فعادت له الشمس اعتذارا كي يتم الصلاة، وهنا صاح سبط الرسول ضحى: يا سيوف خذيني، وقدم للموت فتيته وأضاف أخاه. وهنا ثار زيد الشهيد فأفتى معه بالخروج الإمام المعظم وجسر جسر الأئمة. وهنا كان للشعر بيت يدور مع الأرض كي يلحق المتنبي وينبئه بأن البلاد بلا شاعر يتنبأ ليست بلاد. شكراً.